بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. السلم هو ضرورة اجتماعية وضرورة إنسانية، وقصدنا من السلم هنا السلم الاجتماعي أو السلم الأهلي، فإن السلم الاجتماعي والسلم الأهلي هو من أشد مصاديق السلم ضرورة. المجتمع ينبغي أن يكون في حالة الوئام وفي حالة من الانسجام والتفاهم والتنسيق، وذلك لأن الاحتراب هو الأساس لجميع الفتن التي تنشأ في المجتمعات، والاحتراب لا يزيد الأمر إلا مشكلة، فهو لا يحل مشكلة بل يزيد المشاكل مشاكل أخرى. ومن أهم مشاكل المسلمين من صدر الإسلام وإلى يومنا هذا هو إغفال حقيقة حاجة المجتمع إلى السلم الأهلي. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالأساس هو الإصلاح بين الطوائف المؤمنة وبين شرائح المجتمع المختلفة، وحتى إذا آل الأمر بأن جهة من الجهات أو طائفة من الطوائف لم تستجب لنداء العقل ومارست الأساليب غير المشروعة، يجب إيقافها دون هذا الأمر، ولكن أيضا مع جعل خط الرجعة مفتوحا، بحيث أنه إذا أمكن إرجاعهم فإنه يرجعون إلى ما كانوا عليه من السلم الأهلي. نشاهد هذه الحالة في حياة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الإمام علي بن أبي طالب بوضوح. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بويع للخلافة في فترة قلقة من التاريخ الإسلامي، فهناك كان توسع في الفتوحات وفي البلدان الإسلامية، ثم كانت هناك فتن نشأت في العهد السابق أدت إلى مقتل الخليفة الثالث، فبويع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالخلافة في هذا الوقت القلق والحساس. نلاحظ أن هناك طوائف من المجتمع الإسلامي لم تقبل ببيعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أو بايعت أمير المؤمنين ثم نكثت هذه البيعة وأثارت الفتن.
نرى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في معالجته لهذه القضية استنفذ جميع السبل السلمية، في البداية بالاحتجاج، بالاحتجاج الديني، بالاحتجاج الاجتماعي، بالاحتجاج العقلي، وحتى حينما صارت المواجهة اضطرارية، يعني اضطر أن يواجه لوأد الفتنة، مع ذلك حاول إلى اللحظات الأخيرة عدم وصول الأمر إلى الاقتتال، وخاطب أصحابه لا تبدأوهم بقتال، هؤلاء إذا يمكن الكلام معهم وإرشادهم وهدايتهم وإرجاعهم إلى الحظيرة الحقة فلنفعل ذلك. ولكن حينما استنفذت السبل وبدأوا بالقتال اضطر بمقدار الدفاع أن يدافع، وحينما انتهت بعض هذه الحروب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خاطب أصحابه قائلا لهم ما معناه بأنه لا تتبعوا فارا، لا تجهزوا على جريح، لا تؤذوا أسير، وحاول أنه إرجاع الأمر إلى السلم الأهلي بين طوائف المسلمين وحالة التعايش بينهم. فحينما نلاحظ أنه المشكلة من بعض المسلمين بدأت من الصدر الإسلام الأول في حالة من الاحتراب الأهلي، نرى أن هذه المشكلة استمرت في العهود اللاحقة إلى يومنا هذا، مع أنه إذا نحن نراجع الإسلام ونراجع القرآن الكريم ونراجع سيرة الرسول صلى الله عليه وآله نجد أنه دعوة عامة للمسلمين وللبشرية بالتعايش وبالسلم الأهلي وعدم الانجرار إلى الحروب، وإذا كانت هناك حروب فإنما هي حروب اضطرارية، حروب دفاعية. ينبغي على الجميع لكي يصل إلى حالة من السلم الأهلي ومن التعايش بين طوائف المجتمع المختلفة، ينبغي علينا أن نعلم بأن الاختلاف حقيقة كونية. الله عز وجل خلق العالم وفيه الاختلاف، وجعل هذا الاختلاف آية من آيات الله عز وجل، نجد ذلك في قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. يعني هذا اختلاف الألسنة واختلاف الألوان هذه آية من آيات الله عز وجل، وكذلك الاختلاف الفكري بين طوائف المجتمع. الله عز وجل خلق الإنسان بشكل جعله حرا في تفكيره، والحرية في التفكير قد تسوق الناس إلى آراء مختلفة وإلى أديان مختلفة وإلى مذاهب مختلفة ليتم ابتلاء الإنسان وامتحانه. فهذه طبيعة كونية بأن جعل الله عز وجل الاختلاف في الإنسان، كما هو اختلاف ظاهري في اللون وفي اللسان وفي أمور أخرى، كذلك هناك اختلاف فكري. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم كل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ليس المعنى أن الله عز وجل أجبرهم على الاختلاف، وإنما المعنى أن الله عز وجل خلق الإنسان حرا وأعطاه القدرة على التفكير وأعطاه الأدوات اللازمة ليتعامل مع الكون بحدود القدرة التي حباها الله عز وجل لهذا الإنسان. فبناء على ذلك الإنسان يتمكن من أن يفكر، وهذا التفكير يقود الإنسان إلى نظام فكري مختلف بين إنسان وإنسان آخر. فلذا كما هناك اختلاف في الظاهر هناك اختلاف في الفكر،
وهذه حقيقة كونية. نعم، الله عز وجل من لطفه على العباد بيّن لهم الطريق الصحيح، أرشدهم، أرسل الأنبياء، ولكن في نفس الوقت لم يجبر أحدا على اتباع أسلوب الأنبياء، وإنما أمرهم باتباع هذا الأسلوب، فمن اتبعه فقد هدي، ومن لم يتبعه فقد ضل، بدون أن يكون هناك وصاية تجعل للنبي صلى الله عليه وآله أو لأي إنسان آخر، تكون وصاية فكرية على الناس، بمعنى أن يجبرهم على تغيير معتقداتهم. الله عز وجل يخاطب الرسول صلى الله عليه وآله يقول: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يعني الله عز وجل أمرك بأن تبلغهم رسالاته، ولست مكلفا بأن تجبرهم على أن يغيروا اعتقاداتهم. أنت يا رسول الله مكلف بأن تبين لهم الحقائق بأسلوب صحيح، فإذا اتبعوا تلك الحقائق فقد اهتدوا، وإذا لم يتبعوا فقد ضلوا، وحسابهم على الله عز وجل. الله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الله عز وجل يبين ما هو الرشد وما هو الغي، ولكن لا يكره أحدا على أن يتبع الرشد، ويقول: لا إكراه في الدين. الله عز وجل في آية أخرى يقول: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. على الرسل البلاغ، وليس عليهم إجبار الناس على المعتقد. فإذا علمنا أن الاختلاف هو حقيقة كونية كما في ظاهر الإنسان، كذلك في طريقة تفكير الإنسان، بعد معرفة هذا الأمر ينبغي علينا أن نتعامل مع هذه الحقيقة الكونية تعاملا صحيحا، لأن الحقائق الكونية سواء كانت حقائق مادية أو حقائق معنوية، الإنسان إذا لم يتعامل معها تعاملا صحيحا يتضرر، ولكن إذا تعامل مع تلك الحقائق تعاملا صحيحا يتمكن من استخدام تلك الحقائق الكونية للتطور والرقي. الآن نحن نلاحظ كثرة الاختراعات. ما هي هذه الاختراعات؟ الاختراعات في الحقيقة جذرها يرجع إلى أن مجموعة من المخترعين، من المفكرين، هؤلاء يجلسون ويفكرون ويجربون لكي يكتشفوا حقائق كونية. يكتشف حقيقة كونية أو سنة من سنن الله عز وجل في الكون، السنن المادية، ثم يحاول هذا المخترع أن يطبق حياة الناس طبق تلك الحقيقة أو السنة الكونية. كيف نتمكن من الاستفادة الإيجابية من هذه الحقيقة الكونية لتقدم الإنسان ولتطور الإنسان ولرقي الإنسان؟ فكل اختراع في الحقيقة إنما هو ناشئ من اكتشاف حقيقة كونية ثم محاولة التأقلم مع تلك الحقيقة. كذلك في الأمور المعنوية هناك حقائق كونية، إذا الإنسان اكتشف تلك الحقائق واعترف بها ثم حاول استثمار وانتهاز فرصة كشفه لهذه الحقائق، فينتهز هذه الحقائق لتطوير الإنسان ولرقي الإنسان، فحينئذ الإنسان يتقدم. ولكنه إذا لم يعترف بالحقيقة الكونية، عدم اعترافه بالحقيقة الكونية لا يغير من كونها حقيقة، أو إذا عرف الحقيقة، عرف الحقيقة الكونية ولكن لم يحاول أن يطبق حياته على طبق تلك الحقيقة الكونية، ولم يحاول الاستفادة الإيجابية من تلك الحقيقة، فحينئذ نرى أن الإنسان يصاب بمشاكل كثيرة، لأن ترك أي حقيقة كونية سواء كانت مادية أو معنوية ومعارضتها تسبب أن الإنسان
يصاب بمشاكل. فإذا كان الاختلاف حقيقة كونية ويجب على الإنسان التعامل مع هذه الحقيقة الكونية تعاملا صحيحا، فحينئذ يمكن تحويل الاختلاف إلى نقطة إيجابية، يحول هذا الاختلاف إلى نقطة إيجابية عن طريق مثلا التنافس. ما هو التنافس؟ التنافس كما هو واضح مقدمة لتطور أي أمة من الأمم، حتى في أمور الآخرة. الله عز وجل يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أي أمة تطورت وتقدمت كان تطورها وتقدمها بسبب التنافس، وأي إنسان تمكن من الوصول إلى الدرجات العالية الأخروية كثير من الأحيان سببه هو التنافس. هذا التنافس ما هو؟ التنافس معناه أن هناك اختلاف في الفكر في العمل، الاستفادة الإيجابية من هذا الاختلاف. حينما تمت الاستفادة الإيجابية من هذا الاختلاف يكون الإنسان في التطور وفي التقدم. فنحن يجب علينا أن نعتقد أن السلم الاجتماعي هو ضرورة، والتعايش بين أفراد المجتمع هو ضرورة في تحقق السلم الاجتماعي. وإذا رجعنا إلى تاريخ الرسول صلى الله عليه وآله وتاريخ الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام نجد، وكذلك تاريخ الأئمة عليهم الصلاة والسلام، نجد هذا الأمر بشكل واضح، أنهم كانوا يريدون للمجتمع أن يعيش في سلم وأن يكون هناك تعايش، وقد حاولوا بمختلف السبل القضاء على الفتن الاجتماعية. ومشاكلنا نحن المسلمين من ذلك اليوم وإلى يومنا هذا كان بسبب أن هناك طوائف من المسلمين رفضت التعايش وفرضت نفسها وصية فكرية على المجتمع الإسلامي، وحاولت فرض فكرها وأسلوبها بالإكراه وبالإجبار على المجتمع، مع أن الفرض والإجبار والإكراه في المعتقد هذا مرفوض، وعمل الأنبياء هو تذكير الناس وإرشادهم وهدايتهم وليس إجبارهم على تغيير معتقداتهم وأفكارهم. فنلخص الكلام بأنه الاختلاف كما هو حقيقة كونية في الأمور المادية الظاهرية، كذلك هو حقيقة كونية بالنسبة إلى اختلاف الأفكار والمعتقدات. نحن نحاول أن نستفيد من هذه الحقيقة الكونية بالاستفادة الإيجابية، بأن نعترف بهذه الحقيقة الكونية ونحاول تطبيق حياتنا على هذه الحقيقة الكونية، ونمارس طريقة إيجابية في التعامل معها. وذكرنا من مصاديق ذلك التنافس الذي هو تعامل صحيح إيجابي شريف مع الاختلاف في وجهات النظر. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الآية تقول أنه اتبع السلم، وعدم اتباع السلم إنما هو اتباع بخطوات الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نعمل عملا جادا لتطبيق السلم الأهلي والتعايش في صفوف مجتمعاتنا الإسلامية، لنتجاوز حالة الصراع السلبي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الله.